بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا مولاي تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وارزقنا قلبا خاشعا وعلما نافعا برحمة منك يا أرحم الراحمين. تحدثنا في الحلقات السابقة عن مقدمات هامة جليلة تتعلق بالحج والعمرة، وسنشرع هذا اليوم بالحديث وبيان شرائط الحج والعمرة، أي تلك الأمور التي لا يجب الحج ولا العمرة ولا يصح الحج والعمرة إلا بها. ولو أردنا أن نفصل ونبين الشرائط على وجه التفصيل، فنقول أن شروط الحج والعمرة تنقسم إلى 5 أقسام وخمسة أنواع. القسم الأول شرائط الصحة المطلقة. إيش يعني شرائط الصحة؟ المقصود أن الحج لا يصح إلا إن كان هذا الشرط متوفر، وهو شرط واحد فقط وهو الإسلام. فالكافر لا يصح منه الحج حتى وإن حج، وكذلك المرتد لا يصح منه الحج حتى وإن حج، ولكن يجب عليهما أن الدخول في الإسلام ثم بعد ذلك الحج. فالكافر الأصلي غير مطالب بالحج مطالبة أداء، وإنما مطالبة عقوبة كما قال الفقهاء، فقد عاقبهم الله عز وجل على ترك الصلاة وترك الزكاة، فكذلك لا بد أنه سيعاقبهم على ترك الحج، فهم مطالبون بها مطالبة عقوبة لا مطالبة أداء، أي أن الكفر مانع من صحة العبادة، فكي تجب عليهم العبادة وتصح منهم العبادة فلا بد أن يزيلوا هذا المانع وهو الكفر ويدخلوا في دين الله عز وجل. النوع الثاني من الشرائط قالوا هي شرائط صحة المباشرة. إيش مقصود بصحة المباشرة؟ أي أن تباشر وتفعل أعمال الحج. فثمت شرائط لا يصح أن تبدأ أعمال الحج إلا بها، وهي شرطان: الأول الإسلام، والثاني التمييز. التمييز أنه يكون الشخص عنده عقل يستطيع أن يميز أفعاله، يعني لا شرط أن يكون بالغا. بعض الصبي صغار 10 سنوات 11 سنة مش بالغ لكن مميز، يستطيع أن يفهم معنى شعائر الحج ويفهم كيفية أداء الحج، فهذا يصح منه أن يحج ويصح منه أن يعتمر، سواء مع وليه يعني مع أبوه أو قريبه أو لوحده إن كان بإذن قريبه فلا إشكال في ذلك، وله أجر الحج بإذن الله عز وجل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرفعت امرأة إليه صبية فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجره. قال: نعم ولك أجره، يعني إذا أخذت ابنك على الحج أو العمرة واستطعت أخذه فلك أجرك ولك أيضا أجره كما أن له أجرا مستقلا. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال: حج بي، يعني أهل حج في، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. رواه الإمام البخاري ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث وهي شرائط صحة نذر الحج أو العمرة، يعني لا يصح الإنسان أن ينذر الحج والعمرة إلا إذا توفرت فيه 3 صفات أو 3 شرائط. الأول الإسلام، فالكافر لو نذر لا يعتبر نذره. الثاني التمييز، لو صبي عمره 10-11 سنة 12 سنة غير بالغ ومميز ونذر أن يحج كأنه لم ينذر لأنه غير مكلف أصلا فلا يعتبر نذره. أما الشرط الثالث وهو البلوغ، فلا بد أن يكون الناذر بالغا، فلو لم يكن بالغا فلا يصح منه والله تعالى أعلم. الشرط الرابع أو النوع الرابع من شرائط الحج والعمرة وهي شرائط احتساب الحج أو العمرة عن المرة الواحدة المفروضة في العمر. بينا في الحلقة السابقة أن الحج والعمرة يجبان على المسلم البالغ العاقل المستطيع مرة واحدة في العمر. لأن هذه المرة إن حجها هل تقع عنه وتكفيه أم لا تكفيه؟ إن كانت تكفيه، كي تكفيه لابد من شرائط معينة. إذا وقعت وتحققت هذه الشرائط نقول قد زال عنك هذا الفرض، وقد حققت هذا الفرض ولم تعد مطالبا بأن تكرر الحج أو تكرر العمرة. فما هي هذه الشروط؟ 4 شروط: الأول الإسلام،
الثاني التمييز، الثالث البلوغ، الرابع الحرية، أي من كان مسلما مميزا بالغا حرا وحج أو اعتمر تكون هذه الفريضة قد سقطت عن رقبته ولم يعد مكلفا بها، والله تعالى أعلم، حتى وإن لم يكن مستطيعا. فلو فرضنا أن إنسانا مريضا مرض صعب، هذا لا تجب عليه أصلا الحج، لأنه لو حج يضر الحج، فنقول له في حقه أنت إن كان سفرك إلى الحج يضرك فيحرم عليك أن تحج، يحرم عليك الحج، السفر للحج. ليه؟ لأنه هذا الحج إذا قال طيب ثقة أنه سيضر ببدنك وصحتك أو يزيد مرضك أو يهلكك أو ما شابه من الضرار البالغة في الجسد، نقول لا يجب عليك الحج، بل أيضا إن حججت يحرم عليك لأن هذا الحج يضر بجسدك. هب أن إنسان مريض جدا وأصر مع مرضه على الحج وحج، هل يقبل منه أم لا يقبل منه؟ لا شك أنه يقبل منه ويكون صحيح، فالاستطاعة ليست شرط احتساب وقبول الحج، ليست شرط احتساب وقبول حج، ولكنها شرط وجوب للحج، أي لا يجب عليه الحج إلا إن كان صحيح البدن والجسم قادرا على الصوم، لكنه إن حج وهو مريض غير قادر فهذا نقول له حجك صحيح ولا إشكال فيه ولا بأس بإذن الله عز وجل. أما الصغير فسواء كان مميزا أو كان غير مميز، يعني بفهم أو فهمش، وكذلك المجنون فلا تسقط عنهم فريضة الحج والعمرة حتى وإن حجوا واعتمروا، بل يجب عليهم أداؤها بعد البلوغ والتمييز. يعني صبي صغير 10 سنوات 11 سنة حج، بس بلغ نقول يجب عليك أن تحج مرة أخرى. لماذا؟ لأن الحجة الأولى لم تكن مكلفا بها، فوقعت لك ندبا سنة، والسنة لا تقوم مقام الواجب. أما دليل ذلك من السنة النبوية فحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث، يعني صار يستطيع تعبد لله عز وجل، يعني أصبح بالغ، فعليه أن يحج حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه أن يحج حجة أخرى، يعني إذا حج هو مش بالغ صبي ثم بلغ فيجب عليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. حديث صحيح رواه الحاكم والبيهقي، وهذا اللفظ لفظ الحاكم، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن حزم رواته كلهم ثقات، فهو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حج وهو صبي فلا تسقط عنه حجة الإسلام ولا عمرة الإسلام، فيجب عليه بعد البلوغ أن يحج وأن يعتمر، والله تعالى أعلم. نأتي الآن إلى النوع الخامس من أنواع الشروط المتعلقة بالحج والعمرة، وهي شرائط وجوب الحج والعمرة. إيه يعني شرط وجوب؟ يعني لا تجب الحج والعمرة عليك إلا إن توافرت فيك هذه الصفات، وهي خمس صفات، إذا هي موجودة عندك كاملة تجب عليك الحج ويجب عليك العمرة. أما لو انتقص منها صفة واحدة أو شرط واحد فلا تجب عليك الحج ولا تجب عليك أيضا العمرة. نبدأ بهذه الشروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يجب على الكافر الأصلي وجوب أداء كما قلنا، وإنما يجب عليه وجوب مطالبة. الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب على الصبي أن يحج ولا أن يعتمر لعدم تكليفه، ولكن إن حج أو اعتمر فيثاب على فعله وتكون له نفلا كما ذكرنا للحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ، والمراد برفع القلم أي رفع التكليف، أي أن الله عز وجل لا يكلفه بما فيه مشقة، وإن ارتكب إثما فإن الله عز وجل لا يعاقبه عليه، بل لا يكون أصلا إثم في حقه. أما إن فعل أمرا مندوبا مستحبا فقد تكرم الله عز وجل على هذا الصبي بأن كتب له الأجر ولم يجعل عليه وزرا، فكتب الأجر ووضع الوزر، والله تعالى أعلم. الشرط الثالث العقل، فلا يجب الحج على المجنون لعدم تكليفه كالصبي، للحديث السابق رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم وعن المجنون حتى يصحو، يعني حتى إنه يعقل، والله تعالى
أعلم. الشرط الرابع الحرية الكاملة، فلا يجب أصلا على العبد أو الرقيق أن يحج، لأنه ملك لسيده، ولأن حياته وعمله وفائدته ومنفعته لحق سيده، فلا يجب عليه أن يحج إلا إن أذن له سيده في الحج، فيمكن ويستطيع بعد ذلك أن يحج. وقد أكرمنا الله عز وجل وأكرم البشرية أن محى الرق والعبودية من هذه البسيطة، فلم يعد هنالك رق. فالإسلام قد حرص على مدار القرون السابقة على محو هذه السمة الخسيسة في البشرية، وهي صفة أو سمة العبودية، أن تجعل بشرا مثلك تحت يديك تتصرف فيه كأنه حيوان أو ما شابه. لذلك حرص الإسلام منذ أن جاء إلى هذه الأرض أن يمحو هذه السمة وهذه الصفة من البشرية بحمد الله عز وجل. ونأتي الآن إلى بيان الشرط الخامس والأخير من شروط الحج والعمرة، وهو شرط الاستطاعة. والمراد بالاستطاعة القدرة على أن يحج المرء ويعتمر. فالاستطاعة تتحقق بأن يملك الإنسان المال الذي يلزمه لأداء الحج والعمرة من أجرة مركوب ونفقة ذهابا وإيابا، بالإضافة لما تفرضه عليه اليوم الحكومات من نفقة جواز السفر وأجرة مطوف. ويجب أن يكون هذا المال زائدا عن دينه، عن ديونه وعن نفقة عياله ومدة غيابه، يعني بيحتاجوا مثلا نقود بيعطياهم، يجب أن تكون مصاريف الحج زائدة عن ذلك، لقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من لم يستطع إليه سبيلا فلا يجب عليه الحج. وسنفصل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة جميع ما يتعلق بمفهوم الاستطاعة وبيان أوجهها على أتم بيان بإذن الله الملك الديان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.